بكده ده احنا مصر. وادي انطلاقه من كهربا ومحاوله جديده وانطلاقه مصريه البحث عن الامل. كهربا كهربا ادي يا راجل النجم الكبير خلص يا صلاح لم على طول. وادي عبد الله يا حبيبي يا حبيبي يا عبد الله يا حبيبي يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله خدها عبد الله واتكل على الله وسجلها وعملها. وانسى الكلام اللي قلته لك منذ قليل العبره بالخواتيم ويختمها عبد الله السعيد. هي دي الكرة اللي احنا نرغب فيها. لا تسألني عن الأداء بل قول أين الثلاث نقاط. أقول لك الثلاث نقاط خلاص عند عبد الله السعيد الحل. وأونيانجو أونيانجو 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 حطها له عبد الله. حطها له فين؟ حطها له بين قدميه وأمامنا هو بيسعد كل المحبين. بص شوف كهربا عمل إيه، شوف الاستلام من جانب صلاح، شوف اللمة يا ولد يا صلاح. وادي عبد الله السعيد ما يشوفهاش أونيانجو. هي دي الكرة اللي بندور عليها. عملناها عملناها في مباراة ثور قرطاج، كان عملها النجم مروان محسن. وادي أمامنا هنا محمد صلاح يعمل واحدة من حسنات القليلة في لقاء اليوم للكرة المصرية اللي النهاردة واجهت المنتخب الأوغندي وبالطريقة المصرية، طريقة والله زمن يا سلاحي. شد حيلك يا بلد على رأي الفنان الراحل محمد نوح، والبلد شدت حيلها والولد سجل، والولد هو عبد الله السعيد. والحضري الحضري السد العالي. تأتي الفرحة وتأتي في وقت صعب. وهيكتور كوبر ماشية معاك ماشية معاك ماشية معاك يا هيكتور كوبر.